انا قلت لك مليون الف مره اسم مرسي بلدي اسم موريس اشيك اشيك العصبي 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 ادخل 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 في وقتك وشك 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 لا وشك ولا ظهرك اتفضل جواب جواب الاستقاله لا يا فندم هو انا خلصني ده جواب من واحده ست واحده ست ايوه ايوه ما رضيتش تدخل لما عرفت ان سيادتك موجوده هنا ومين الست دي بقى جنب المدير ربما تكون واحده زبونه مقدمه شكوى وريني انا ما اعرفش حاجه ابدا اللي مديالك على المنديل بالروج انا ما اعرفش حاجه ابدا الله يخرب بيتك يا فراس يا دوب بتغشني يا موريس بتخدعني يا 30,000 موريس انا بريء اخرس بريء في عينك على العموم انا هوريلك تعرف لو رجعت البيت هطين عشتك انا بريء اخرس اتري بتخش البيت وانا نايمه وتخرج من البيت وانا نايمه انا بريء اخرس وشك. انا بريء انا بريء انا بريء الله يخرب بيتك يا فراش يا دون الله يخرب بيتك غور من وش انت كمان مرفوت افندم يعني مفصول مطرود برا خلاص يا اخي رزقنا على الله ربنا يشفيك برا 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 خربت بيتي اهلا وسهلا سي مصطفى رمضان كريم وكل سنه وانت طيب وانت طيب يا عم حسين انت مش ناوي تصوم رمضان السنه دي ولا ايه رمضان بس ده انا هصوم على طول حسابك كام 90 قرش يا سلام يعني افك لك جنيه علشان 90 قرش لا 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 اللي يريحك تحب تخليه معاك لغايه ما يبقى الحساب جنيه لا فقر بلادين هو الغنى الكامل تشكر وادي 10 ساعه ايه يا عم قالوا لي يا درش انت مش هتشتري يا مش رمضان يا مش رمضان ده انا كل اللي هحتكم عليه النص ريال ده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانت واقفة لوحدك زعلانة ليه؟ أصل الفانوس بتاعي مسكتي وقديم طيب أبوك ما اشتري لكيش فانوس جديد ليه؟ أصل أبويا ميت أمي معياش فلوس لا حول الله أنا حبيبتي هشتري لك فانوس يعجبك ده؟ ايوه خدي العبي بيه كنت تابع العب بيه ميرسي حسابك كام يا عم حسين؟ 10 ساعة يا درش اتفضل شكر عشقنا عليك يا رب شبيك لبيك خدامك بيك يديك
تطلب ايه؟ اطلب بليس النبدة. انت مين فهمني؟ انا افرقش اكتب بلتقش. حوش يا رب حوش حوش حوش. عفريت من الجن الاخطر. يا حلاوتك. وتبقى حضرتك بقى اخضر مقلم ولا اخضر ساده؟ انت بتقلش عليا يا مصطفى؟ يا سيدي العفو استغفر الله. اصل انا بشتغل في محل قماشات ولساني واخد على الكلام الفارغ ده. اطلع من تحت السرير اطلع. ساطلع. قول لي بقى، تحب اعمل لك قهوه؟ لا. شاي؟ لا. اجيب لك كرسي معزل؟ اخرس. يو يا سيدي حلمك شوية. هو انت تقرب للمدير وبعدين معاك؟ انت هتهزر وياي؟ وفيها ايه يا اخي؟ ما تخليك فرايحي. اقول لك نقطة؟ لا لا بلاش، ما تزعلش، بس اعمل معروف ريحني وقول لحضرتك جنسك ايه وبتشتغل ايه. قلت لك عفريت، ما تعرفش يعني ايه عفريت؟ عارف يا فندم، عين في ريت. انا حارس الفلوس اللي قدامك ده. حارس على ده؟ يا اخي جاتك البلد، عامل لي حارس على حتة فانوس مش سطلي. انت ما تعرفش قيمة الفانوس ده يبقى الفانوس السحري، فانوس السعادة يا مصطفى. ما هو باين اهو، ده يا ابني من كتر السعادة صدى. كنت محبوس في الفانوس بأمر سليمان الحكيم، تعرفه؟ تسمع عليه؟ لا، انا اسمع على توفيق الحكيم بس. سليمان الحكيم، سليمان ابن داود، سليمان عليه السلام. قصدك سيدنا سليمان عليه السلام. وانت محبوس في الفانوس ده من ايام سيدنا سليمان عليه السلام. ومين اللي حابسك؟ سيدنا سليمان عليه السلام. وكان حبسك ليه اسم الله؟ سرقت حاجة؟ عصيت امر من اوامره، حكم عليا بالسجن جوه الفانوس، ما اخرجش منه الا لما حد يدعكه زي ما عملت انت يا مصطفى. ما انا عارف بخت المقندل، كان لازم يعني ادعك الفانوس عشان تشرفني حضرتك. حظك بوم قوي. ده لو ما كانش بوم كان يجرالي ده كله. انا اصلي نادر نادر، الشخص اللي طلعني من الفانوس لازم اكافئه. الله يكافئك يا شيخ. انت ليك عندي 7 طلبات، اطلبهم انفذهم لك حالا. عايز ايه؟ عايزك تسيبني وتروح لحالك. مستحيل. انت رديت لحريتي بعد ما كنت محبوس من ايام سيدنا سليمان. على فكرة انا عايز اقابل سيدنا سليمان عليه السلام. عايز اقدم له الطاعة واطلب منه العفو والسماح. هو موجود فين؟ على كل حال مش موجود هنا. امال فين؟ في القدس. اروح للقدس؟ انا يستحيل استنى ثانية واحدة هنا، انا حنام في الشارع على الرصيف. ليلي. يا كتاب يا غشوش. يام انت جيت لي تاني؟ ايوه انا حنتقم منك. ليه بس؟ ضحكت عليا وقلت لي ان سيدنا سليمان في القدس، رحت القدس ما لقيتوش. بلاش تغجيس بقى، ده انت لو كنت رحت العتبة كنت غبت اكتر من كده مش القدس. بقولك رحت القدس وجيت. ازاي بس؟ انت عفريت نفاس. انت مستغرب؟ انا اقدر الف العالم كله في 5 دقايق. قول لي حالا سيدنا سليمان فين؟ سيدنا سليمان مات البقية في حياتك، مات من زمان قوي. مات؟ الله الله الله، ده انت عفريت خرع قوي، ما تشد حيلك. امال كلنا؟ لا انا اصلي بقالي الاف السنين جوه الفانوس وما عرفتش ان سيدنا سليمان مات. يا سيدي الموت علينا حق، وكل من عليها فان، واللي ما يموت منين يفوت؟ تمام. قول لي بقى طلباتك ايه؟ تاني قلت لك مش عايز حاجه، اتفضل بقى مع السلامه. نو بيزنس از بيزنس. بيزنس؟ انت بتتكلم انجليزي؟ اه. ليه عفريت سكوتش؟
انا بتكلم بجميع لغات العالم. شيء جميل، ده انت على كده عفريت مثقف قوي. اشكرك. قولي بقى طلباتك ايه؟ انت مصمم يعني؟ طبعا. انت ليك عندي 7 طلبات، 7 اماني احققهم لك. طيب يا عم، انا عايز بدلة جديدة، بدلة شيك. بدلة جديدة. مبروك. مبروك على ايه؟ البدلة. هي فين؟ ما انت لبستها خلاص. يا عم انت بتضحك على ايه؟ ليه؟ ده مش انا، بقى انا شكلي مهزقة كده. مهزقة ليه؟ انت لابس بدلة سلطان. سلطان ايه يا عم؟ خليها على الله، دول يلبسوها جماعة بتوع التمثيل. اغيرها لك. ايه رأيك دلوقتي؟ مين المغفل ده؟ انت. انا؟ لابس بدلة صيني. وبعدين معاك بقى، انت هتقعد تقلبني على كل لون؟ انا عايز بدلة زي بدل الناس، بنطلون وجاكيتة وقميص وكرافات. ما تقول كده من الصبح. يا ابن الجنية، دي مقاسي بالظبط، مين اللي فصلها لي؟ عفريت. يا ماما عفريت؟ يعني فصلها لي في جهنم؟ ده واد عبقري قوي. تطلب ايه تاني بقى؟ شبيك لبيك. الله يرحم والديك. بقى كلام في سرك، انا كان معايا نص ريال فاضل من مقيتي، وكنت ناوي اتعشى بيه، لكن راح في الخير. جبرت خاطر طفل يتيم. وازاي عرفت الحكايه دي؟ عفريت. ده انت لازم عفريت من المباحث. وان جيت للحق بقى يا عفركوش، انا سعيد جدا اللي قدرت اسعد طفل يتيم مسكين زي ده. الحسنة بعشرة امثالها يا مصطفى. 10 امثالها؟ يعني 10 نص ريالات؟ يعني جنيه؟ فضل وعدل. ايه تطلب تاني؟ اتعشى. العشاء جاهز، اتفضل. ايه ده كله؟ اتفضل معانا يا اخ. بالهدى والشفا. كتير قوي. اسحب لي 10,000 جنيه من بنك العفاريت بتاعكم. 10,000 جنيه كتير؟ القناعة كنز لا يفنى. سيبك من الكلام الفاضي ده، طول عمري عايش في الكنز الذي لا يفنى لحد ما عرفت انه فقر لا يفنى. ناولني. اسمع نصيحتي يا مصطفى يا ابني نفوسة. نعم نعم. انت تعرف امي؟ ايوة. خلاص يا عم، مدام بتعرف امي، ايدك بقى على المبلغ، لا يمني خلينا اتمتع بالدنيا. هتصرف ال10,000 جنيه في قد ايه؟ في يومين وشرفك، في 48 ساعة، وبعد كده البركة فيك تناولني غيرهم. طيب اسمع. اسمع ايه؟ قول لي. طيب اقبض. هتقبض، بس لازم تسمع. افندم. ان ما قدرتش تضيع ال10,000 جنيه في يومين،
مش هتجيلك بعد كده حاجة أبدا. ده أنا أصرف 50,000 100,000 هعوض اللي فاتني كله. اتفقنا، بس من غير ما تشتري أرض ولا بيت. عارف عارف، بس إيدك. اتفضل الفلوس على السرير. قوم عربان. خلاص مفيش مدبلس، مفيش غير كافيار. مين ماهد؟ ايوه صباح الخير. صباح النور، صباح الفل، صباح الخير، صباح الفل. اديني قلم. عايز قلم تكتب؟ لا، قلم على وشي. قلم على وشك؟ انا مش عارف اموت مثل اذا كنت صاحي ولا نايم. لا صاحي يا مصطفى. لا مش معقول، مش معقول، مش معقول. الله، انت عيان يا مصطفى؟ لا، عدم المؤاخذه، اعصابي مش كويسه ابدا. على عموم خطوه عزيزه اموت مثل نايم. ميرسي قوي يا مصطفى، خد. ايه ده، انت كتبالي جواب؟ لا، موظفين الشركة جمعوا لك المبلغ ده عشان يساعدوك لحد ما تلاقي وظيفة. وعلى فكرة أنا كتبت شكوى للنقابة بتاعتكم عشان ترجعك الشغل. شغل؟ الله، بتضحك علي يا مصطفى. بضحك علي؟ الله، غريبة، أنت حالتك النهاردة متغيرة خالص. من فضلك رجع الفلوس دي لاصحابها. قول لهم إن أنا مش محتاج فلوس، مش عاوز فلوس. اتفضلي. انا عارفه ان انت عندك عزه نفس، لكن الزملاء لازم يساعدوا بعض. يساعدوا مين؟ ده انا عاوز اللي يساعدني في صرف دول. شوف الافلاسي. اه ايه دول؟ فلوس؟ امال كتاشين؟ فلوس 10,000 جنيه يا مدموازيل. فلوس فلوس. جبتهم منين؟ ورثت حد؟ ورثت مين؟ ده انا اغنى واحد في العائله. الله، امال لقيت كنز؟ لا لا لا، تعالي بس اقعدي وانا افهمك. طيب. المهم ان انا اضيع ال 10,000 جنيه دول في 48 ساعه. بس ازاي ازاي؟ انا هقول لك، الراجل اللي اداني الفلوس دول قال لي اذا قدرت اضيع ال 10,000 جنيه في 48 ساعه هيديني اكتر مما كنت اتصور، واذا ما ضيعتهمش هيرجعني افقر مما كنت. الكلام ده مش معقول. مصطفى، قول بالحق، جبت الفلوس دي منين؟ انت ايه، مش مصدقاني؟ مش مصدقاني مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين متفرقين، امتى بتيجي يا مصطفى؟ يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين متفرقين، امتى هتيجي يا مصطفى؟ جارسون فندم، خد الازايز دي ادلقها وجيب بدالها ازايز جديده. فين دول لسه ما
جنينة بيه. مش شغلك، مش أنا حر. شيل يا مصطفى يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى. سبع سنين في العطارين أنت حتيجي يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى. سبع سنين في العطارين أنا بحبك يا مصطفى. فندم عش الزباين اللي في المحل كلهم على حساب. حاضر، لكن انا اتعشيت. اتعشى كمان؟ ما اقدرش اتعشى. وعلى كيفك؟ ده على كيفي انا جرسون عشي. حاضر، علشان ايه تدفع لنا الحساب؟ دي اهانه، اعتبرها اعانه. زباين المحل ده قدك وقدود، انت فاكر الزباين ايه؟ بص لهم كويس. شايفهم، النص اللي على يميني بهايم والنص اللي على شمالي حمير. انا مش بهيم. خلاص تعال على شمالي او كذا. جارسون افندم، حسابك كام؟ 150 جنيه بس. بس يا راجل، راجع حسابك كويس. انا بيتهيأ لانه مكتر. مظبوط يا بيه، 150 جنيه. انت اللي بتغسلنا، انت بتسرق المحل، انت لازم يرفدك. من فضلك يا بيه، انا عندي ذمه. ايه خلاص خد، ولو رجعت حاجة هخرب بيتك. أمرك يا بيه. ودي دول اللي بتوع الأوركسترا وقول لهم اضربوا لي تاني يا مصطفى. أمرك يا بيه. أنا عايزة تذكار يا حبيبي. وأنا. حاضر. وأنا. خدي. يا مصطفى يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى. تغطيين في العطارين، أنت هتيجي يا مصطفى. ميتين وخمسين جنيه مصاريف سهرة امبارح. 5250 جنيه سيارة جديدة لوكس. 2000 جنيه تمن الشبكة لحبيبتي ناهدي. يبقى المجموع 7500 جنيه. المجموع كله 7500 جنيه. يعني العفريت انتصر عليا؟ لا، ده انا لازم اشوف اي طريقة عشان اطير 10000 جنيه دول.